أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، والحلقة دي بتاعت السواق الجربان. فين في الحسن يا بيت؟ أنا أروح عند البنك العربي كده بعد التقاطع. بس يا بس أنت بتهرش كده ليه؟ لا عادي، في حاجة ولا ايه؟ لا في حاجة تعبان شوية. لا ألف سلامة. ربنا يبارك. الله يسلمك. ألف سلامة. سلامتك. ربنا يبارك لك. شكلك أنت حلال يعني. ربنا يبارك لك. هنلف ونخش من الشارع ده ولا مش مشكلة عادي يعني؟ بس الواحد أنت وفر شوية، بتهرش كتير. معلش أختي، أنا تعبان شوية بس كده، ولفيت على الدكاترة كلها. هو تعبان غصب عنه بقى، وصلنا الطريق وخلاص. كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندي دوت نوع صعب قوي، بس مسموعه دي. مسموعه ده يعني؟ متاكد؟ مش عارف يا بيت، مش عارف. جسمي كله بياكل، مش كتير قوي يعني، جسمي كله بياكل. معلش، غصب عني تعبان. انت كمان ياد الحظ. لا ده اوفر قوي. معلش اوفر بقى. بس حط ايدك هنا كده عليها. لا ما خلاص، الحمد لله. الحمد لله. هو ادعك كده. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. حك جامد. لا خلاص. حك جامد. ربنا يشفيك. هو اليوم باين من اول اصلا. الحمد لله. اقسم بالله انت راجل جود. انت محترم يا عم. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. اقسم بالله مسعيك. انت من هنا من القاهره اصلا ولا؟ انا من الجيزه. من الجيزه؟ انا من الجيزه. الجيزه وهي ناس طيبين. ربنا يخليك. ناس طيبين. جسمي بيقول لي ماتم في ايه. طب لما انت تعبان لسه، طب كنت ريحت. والله العظيم جسمي بيتقطع. كنت ريحت انت احسن. ربنا ما يكتب الجرب عليك. امين يا رب. ربنا ما يكتب الجرب عليك ولا على عيالك. ربنا ما يسواكش. الجرب هرب. مشكله. الجرب هرب من اي حد وجالي. يا ساتر يا رب. ده بلاء من ربنا سبحانه وتعالى، فاحمد ربنا. سخرتني تعالى حرقت في المسبقين. الحمد لله. والله العظيم هبوط في الزعبوط، احباط تحت البوط. ايه كل ده؟ حاجه كل ده في حاجه واحده. جرب اهم حاجه ما اخش بعد بس يا اسطى، عشان خاطر ربنا. يا عم خليك بعيد يا عم. طب عشان خاطر ربنا ابعد يا عم، ولا تبص لي يا عم عشان خاطر ربنا. عايزين نوصل بسرعه بس، الله يرضى عنك، عشان اليوم باين من اول. بس عدي اخويا، بس هاخد منه الاكل. اخوك هنا فين؟ انا جعان قوي. احنا مستعجلين يا اسطى، عندنا ميعاد يا اسطى. بس عايزين الغدا بتاعي، بس بيجيبوا لي يعني. خلاص انت جعان يعني، هتموت من الجوع. بيجيب الغدا من الصندوق. ازيك يا منعم يا اخويا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك؟ خد الاكل. ازيك يا روح؟ خد جعان يا روح. خد. بقول لك ايه يا منعم؟ اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم. اوعى يا منعم. حرام. ايه اللي حصل؟ اوعى يا منعم عشان خاطر ما تعديش حد. الله يخرب بيتك. هم يقعدوا؟ موعدي؟ والله العظيم. هو سلم عليك؟ سلم عليه وبس. لا تحاليلك بقى. تحاليلي ايه؟ تحاليلك. اوعى يا منعم. يا عم انت تعفرت يا منعم. موعدي؟ ربنا يوفقك يا منعم. يلا يا جماعه، ما حدش يلمسه. خد كل حاجه. يا عم ابعد عني. ابعد عني يا عم. انت ايه يا عم ده يا عم؟ الله يخرب بيتك وبيت يومك اللي اسود ومطين بطين. اخوك ده يا عمي. يا سايبه ليه يا عم للناس؟ يا سلام. اوعى يا منعم، لسه مموت اتنين يا جماعه. اتنين برضه العدو. خلي بالك يا منعم. اقول لك ايه؟ ده انت يومك اسود النهارده ومطين بطين. لما انت انا ما اسالك واقول لك المرض موعد. انا بقول لك المرض موعد. يا عم ما تضربنيش. يا عم ده يومك اسود ومطين بطين. والله العظيم انا يا عم نزلنا يا عم. ابعد عنا يا عم. ابعد عنا يا راجل. ابعد عنا. بص عليها الطلاقه موت. تموت مين مثلا؟ والله اتفرج. كده كده ما جيت بلينا احنا يا عم. ميت انا كده كده. انت جيت بلينا يا راجل.
انا كده كده مريض. انت مين يا عم انت؟ يومك اسود يا مرد اقسم بالله. اجب اجب بدل ما اولع فيه اجب. لما انت موعد ومجرف كده تاذينا ليه؟ تاذينا ليه؟ انزل يا عم انزل انزل انزل. اوعى 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 نزل 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 نزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في الهرم يا ست الكل؟ عندك أي رموش؟ حاضر يا ست الكل. عينك مين؟ السلام. جو حر تقريبا، جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. أنت ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم، عندي مرض جلدي، عندي مرض جلدي. كل الكل لفيت على كل دكاترة مصر. قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. اه والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش. بس مسموعدي ما تلاقيش مسموعدي. مسموعدي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مسموعدي. بالله عليك. والله عسل السب الصغير ده حبيبي. اسمك ايه ازاي؟ تعالى يوسف هات حضن العم حبيبك. حبيبي يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ادم عسل. يا ادم عسل ربنا يخليه لك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. مش قادر جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي ويشفي كل مريض يا رب. يا ديني انت حالتك صعبه قوي. اه مش قادر والله وبتنقح عليا كده في وقت الذروه. حالتك صعبه. اه ربنا يزعل عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزعل عنك. ربنا يزعل عنك يا رب. خفيفه يا ست الكل مسموعه. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعدي جدا عني والله العظيم؟ معلش انت عارف المرض الجلدي الناس بتخاف منه. خفيفه اديني المرايه تبقى كده. ربنا يخليك. تمام يا ست الكل. مش عارف اعمل ايه. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده. جسمك مهري مهري. ايه بص وشك بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي اقطع من جلدي كده غلط كده. والحر ده عليه. عندي 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 حاجه اسمها البنجستنجول. بنجستنجول في اللبادية. ايه بقى البنجستنجول؟ دي راتنجيه صغيره بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. سلم يا رب. سلم. العظيم بص 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 جامد يا حاج. قطعيه قطعيني. بس انت كده حالتك صعبه قوي. انا كده خايفه منك. هروسي جامد يا حاج. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج هروسي. خايفه منك هروسي يا حاج. هروسي يا كابتن. هروسي يا كابتن. هروسي يا كابتن. هروسي يا خفيف خفيف. بس خلاص يا ولاد. اخويا بس اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طيب ما يجراش حاجه. جعان انا جعان قوي. ما يجراش حاجه. جعان اقسم بالله جعان جوع. مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر. هو جاب الاكل هو جاب الاكل. يا منعم يا اخويا. حبيبي حبيبي. عامل ايه يا منعم؟ ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. نهارك اسود. خلي بالك يا حاج يا منعم. انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك. الواد قاعد يرقص. خلي بالك يا حاج. انت جبت الواد جار. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. يا غربان يا معفن. يا غربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت اوعى يا جربان. اوعى يا جربان. يا جربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هات الموسيقى وانزل يا زي الحلقه دي ولا منزاه؟ بعد ما تعبتنا كده انت شوف واحد جربان وعمال تضحك.
انا ست الكل ولد عسل يا كابتن ازيك عامل ايه كويس؟ انما ان شاء الله انت شبه لعيب كوره عسل انما ان شاء الله الجو حر قوي الجو حر النهارده الجو حر سخن حاجه غريبه فظيعه فظيعه قوي جسمي اتقطع جسمي اتقطع اقسم بالله مش قادر مش قادر عادي بقى اعمل ايه والله العظيم لفيت خدت علاج لفيت على الدكاتره كلهم اقسم بالله كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندك ده ما بيروحش بسهوله بس جرب؟ جرب ما بيروحش بسهوله عندي جرب بس ما بيروحش بسهوله بس مسموع دي ما تقلقيش مسموع ازاي يعني مش مسموع؟ لا لا جرب مسموع لا ما تقلقيش خالص لا لا الحمد لله والنبي كابتن وروث للزهر وروث للزهر لا 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 معلش لا عادي ما فيهاش حاجه والله مسموع لا 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 يعني ايه طب هرسولي هرسولي انت اختي انا هرسلك معلش خليه هو طب يهرس عشان مش قادر انت مجنون معلش انا بحاول والله العظيم بحاول بتحاول بسيب يا اخوانا واتقطع اتعالج الاول نظف نفسك ونظف نفسي والله العظيم بعمل كده بس حمى ست مرات في السنه باين في السنه ست مرات في السنه بس باين لازم يحصل لك الوباء ده وباء ايه وباء جسمي بيتقطع لما انت جسمك كده بتوقفنا ليه وبتركبنا معاك ليه؟ انا مش قادر خلاص اركننا على جنب ننزل ظهور في داهيه يا ست ظهوري في داهيه هنا وصلت مسوارك يعني معنى ان انا تعبان ما انزلش اشتغل اكل عيالي منين؟ اعمل ايه حرام عليكي؟ طب ما تتعالج الاول وبعد كده انزل اكل ستي اتعالجت لفيت على لفيت على الدكاتره في كل حته في مصر لفيت على دكاتره مصر طب بعد اذنك ما تلمسناش خالص لحد اما نوصل يا ستي انا لمست حد فيك وانا بقول للراجل طب لو سمحت ما تلمسوش بقول لك ما تلمسوش يا ستي انا عايز الراجل لا لا والله انا عايز الراجل ده اعمل ايه راجل مين؟ لهروس لك بقى لهروس اهرش لنفسك انت عايزين تهرسوا لي؟ طب هروس لك انا بقول لك وسع ايدك من على الولد يا ستي انا وسع ايدك من على الولد طب هعدي هعدي اجيب اكل من اخويا عشان انا جعان اخويا جايب لي الاكل معلش يا منعم يا اخويا ايه يا حبيبي عامل ايه يا منعم اخبارك ايه يا حبيبي خد خد يا منعم يا منعم اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم اوعى تبوس حد يا منعم يا منعم حرام عليك انت اربع حالات في المستشفى بسببك يا منعم اوعى يا جماعه كل سلام على حد او باسه سلم على الولد وعمال يمسك فيه سلم عليه بس ايه حللينه سلام يا منعم قلت لك 100 مره يا منعم ولاد الناس يا منعم حرام عليك يا منعم لا 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 شكرا لا لا بقول لك ايه نزلنا استنى اقف نزلنا هنا احنا هننزل انا بقول لك انا عايز انزل وين السرقه السرقه بقول لك مش عايزين نوصل مش عايزين نوصل عندنا رايحين هنا بس عندنا كده مش عايزين حاجه بس خليك انت في مشوارك جرب جرب مرض ورد خسارة بقول لك ايه كفايه هنا احنا هننزل لا مثلا لو سمحت بقول لك كفايه هنا احنا هننزل بيسندون مثلا بقول لك اركن هننزل هنزلكم ايه مش هتنزلنا دي هنزلكم عمالك فضيحه وصوت والم عليك الناس سواتي كلها سواتي مش كفايه القرف اللي احنا فيه كده كده غربان وميت يعني انت عايز تموتنا معاك كلنا انت مجنون بقول لك اركن اقف على جنب انت عايز تموتنا معاك بقول لك اركن اقف على جنب انا موتكم انا مش هموت لوحدي هفتح العربيه هموت لوحدي هموت لوحدي غربان هموت لوحدي انا مش هموت لوحدي غربان نزيع الحلقه دي ولا ما نزيعهاش؟ زح نزيع؟ جرب بس ما تعديش حد